بعد إعلان خبر رحيل الفنان حسن يوسف، حصل حالة حزن كبيرة في مهرجان الجونة بين الفنانين، واكتفوا بنعيه على حساباتهم على السوشيال ميديا. بس بعدها بساعات لما رحل الفنان مصطفى فهمي، الوضع اختلف تماما، لدرجة ان عدد من الفنانين قرروا يغادروا مهرجان الجونة حدادا على الفنانين او حتى للمشاركة في العزاء. تعالوا نعرف مين هما. اول فنانة هي لبلبة، اللي ملحقتش تستوعب خبر رحيل طليقها حسن يوسف وما شاركتش في اي فعاليات في اليوم ده. بس بعدها بساعات لما عرفت برحيل صديق عمرها مصطفى فهمي، قررت تحجز على اول طيارة رايحة القاهرة. كمان المخرجة ايناس الدغيدي شاركت في الجنازة وما كانتش قدرت تمسك نفسها، وظهرت وهي في قمة الحزن على فراق الفنان مصطفى فهمي بسبب صداقتهم الطويلة من عشرات السنين. الإعلامية بوسي شلبي كمان غادرت الجونة وشاركت في الجنازة، ودخلت في حالة من الانهيار والبكاء وهي نازلة من مسجد النيل في الدقي، وكأنها مش مصدقة اللي بيحصل وهي بتودع صديقها وعشرة عمرها. الفنانة رابعة بقى هي يسرى، اللي غادرت مهرجان الجونة وقالت خلاص مش هكمل المهرجان ورجع على القاهرة في أحد الفيديوهات. بس الغريب بقى انها ما حضرتش جنازة مصطفى فهمي، وده كان علامة استفهام كبيرة، وخصوصا انهم كانوا اصدقاء قريبين من بعض جدا. وقال عدد من المتابعين ان يسرى رجعت القاهرة عشان عندها ارتباطات مهنية وسينمائية، مش عشان تحضر جنازة مصطفى فهمي.